بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم، نرحب بكم من جديد في حلقة من برنامج معين الأنبياء، من هنا من طيبة الطيبة، من جواري مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام. حلقة نتفيأ فيها ظلال العلم ونقتبس فيها من مشكات النبوة مع فضيلة شيخنا، فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب جامع قباء ومدير عام مركز أبحاث ودراسات المدينة المنورة. حياكم الله فضيلة الشيخ معنا. حياكم الله أستاذ صهيب، وحيا الله الإخوة والأخوات جميعا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق. على بركة الله نبدأ حلقتنا كما ذكرنا لكم بالأمس، أن موعدنا اليوم مع حديث عن الوحي نتواصل فيه كما سبقنا في الحلقات الماضية. اليوم تحديدا سيكون حديثنا عن أحاديث نبوية أوردت ذكر الوحي ولفظة الوحي. على بركة الله نبدأ شيخنا. حديثنا الأول، قال صلى الله عليه وسلم: بينما أيوب يغتسل عريانا إذ نزل عليه رجل جراد من ذهب فأخذ يحثو في ثيابه، فأوحى الله إليه: يا أيوب، ألم أكن قد أغنيتك عما تراه؟ قال: بلى يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركتك. في البداية شيخ، نريد تعريفا إجماليا بنبينا أيوب عليه السلام. نبي الله أيوب، أولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نبي الله أيوب أحد الأنبياء المنصوص على نبوتهم في الكتاب العزيز، وقد ورد ذكره عليه السلام في القرآن 4 مرات. قال الله جل وعلا في سورة النساء: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق والأصباط وعيسى وأيوب. فذكره الله جل وعلا في النساء، وذكره في الآية الشهيرة التي مرت معنا في أول لقاء، وهي آية: وتلك حجتنا، فقد ذكر عليه السلام في تلك السورة، وهي سورة الأنعام. إذن ذكر الآن في النساء وفي الأنعام، وذكر في الأنبياء، قال الله جل وعلا: وأيوب إذ نادى ربه، وذكر عليه السلام في سورة صاد، قال الله جل وعلا: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه. إذن هذه مواطن 4 ذكر الله جل وعلا فيها هذا العبد والنبي الصابر عليه السلام. أكثر أهل العلم رجحه ابن كثير في تفسيره وقصصه على أن أيوب من سلالة العيص ابن إسحاق عليه السلام. إذا قلنا بأن أيوب من سلالة العيص بن إسحاق، فيكون أصل المسألة أن إبراهيم عليه السلام ولد له أولاد كثيرون، لكن الله جل وعلا خلد ذكر ولدين من أولاده، ابنين من أبنائه، هما إسماعيل وإسحاق. فأما إسماعيل فكان منهم العرب، وكان منهم الورقة ذات الدوحة الخضراء نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن إسحاق كان يعقوب، ومن يعقوب كان بني إسرائيل، فذلك من إسحاق كان العيس، ولا يتعلق بنبوته شيء، لكن بعض أبنائه وهم المعروفون اليوم بالروم كان منهم أنبياء. قال بعض أهل العلم كما بينا آنفا، منهم الحافظ ابن كثير، أن منهم أيوب، فأيوب يصبح من سلالة العيس ابن إسحاق. إذن أصبح الجميع من أيوب إلى بني إسرائيل إلى بني إسماعيل أبناء عمومة، لأنهم جميعا يجتمعون في نبي الله وخليله إبراهيم عليه السلام. هذا من حيث نبوته في القرآن، من حيث نبوته في القرآن. أما أين كان يسكن، فالأكثر فالكثيرون من المؤرخين على أنه كان يسكن في أطراف دمشق، ودمشق كما نعلم حاضرة قديمة، وكانت تعرف باسم جلق. قال حسان: لله در عصابة نادمتهم يوما بجلق في الزمان الأول، أولاد جفنة حول قبر أبيهم وقبر ابن مارية الكريم المفضل، يغشون حتى ما تهر كلابهم، لا يسألون عن السواد المقبل، بيض الوجوه كريمة أحسابهم، شم الأنوف من الطراز الأول. والأبيات طويلة، لكن الذي يعنينا منها قوله جلق أنها اسم من أسماء دمشق، وقد بقيت سامقة حاضرة أيام المناذرة والغساسنة، حتى فتحها المسلمون في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما ذهب عمر إلى الشام أخذ ووضع الصوافي والشواتي، يعني رتب الأمور في الشام، فجعل عليها معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم لما جاء أمير المؤمنين عثمان الخليفة الراشد أقر معاوية على ولايته، حتى كانت ولايته علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ووقع ما وقع كما هو معروف. ثم بعد ذلك لما كان عام الجماعة، لما تنازل الحسن بن علي وأفضى الأمر إلى معاوية، أبقى معاوية دمشق حاضرة للمسلمين، فأخذها عنه خلفاؤه من بعده من بني أمية، حتى أتى العباسيون
بعد سقوط دولة بني أمية عام 132 تقريبا على آخر خلفائه مروان بن محمد، بعد ذلك قامت دولة بني العباس، فجاء أبو جعفر المنصور وهو ثاني خلفاء بني العباس المؤسس الثاني، فأقام بغداد حاضرة له، فانتقلت المسألة وهج الحضارة الإسلامية من دمشق إلى بغداد. ثم في بغداد حتى كان المعتصم فبنى مدينة سرة من راء المعروفة بمدينة سامراء. من الطائفة التاريخية هنا أن بغداد لم يمت فيها خليفة، لم يمت فيها خليفة، يعني جميع خلفاء بني العباس إذا فارقوا بغداد يموتون، لكنهم في بغداد يعني إلى حد العصر العباسي الأول عصر الأقوياء لم يمت أحد من الخلفاء، لا أبو العباس السفاح ولا أبو جعفر المنصور ولا الهادي ولا المهدي ولا الرشيد ولا الأمين ولا المأمون، أحد مات منهم في بغداد. هذه إمامة تاريخية. أما أيوب عليه السلام فقد قلنا إن الله جل وعلا نص على نبوته في أربعة مواضع في كتابه الكريم، وجعله الله جل وعلا إماما لأهل الصبر. نعم. نريد بعد ذلك شيخنا إمامة عامة حول ابتلاء أيوب وخبر ابتلاء أيوب عليه السلام. خبر ابتلاء أيوب قلنا جاء في القرآن مرتين، قال في الأنبياء جل ذكره أيوب إذ نادى ربه، والمعنى واذكر أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، هذا ماذا؟ هذا يا بني إجمال. قال جل وعلا في صاد واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، هذا تفصيل. فالضر الأول ضر عام، لكن قوله جل وعلا هنا بنصب وعذاب، النصب بلاء في البدن، نسأل الله لنا ولكم العافية، والعذاب فقد المال والأهل والأولاد، فابتلي بأمرين، ضر في البدن وفقد للأهل والأموال والأولاد. يفهم من هذا الشيخ أن النصب هو الشيء الداخلي والعذاب نعم والعذاب الشيء الخارج. نعم النصب طبعا الكلمة هذه تختلف بحسب نطقها، فإذا قلنا نصب فهو الضر في البدن، وإذا قلنا نصب بالفتحتين فهو الإعياء في القرآن وما مسنا من لغوب، فالنصب هو الإعياء والتعب، وأما النصب فهو الضر الذي يصيب البلاء الذي يصيب البدن. لكن يفهم من هذا كما قال أهل العلم رحمهم الله أن أيوب قبل ذلك كان في نعيم، سواء كان في بدنه أو في ماله أو في أهله أو في ولده، ثم ابتلي. لكن ينبغي أن يعلم أن ابتلاء الأنبياء لا يكون عقوبة، لأن العقوبة لا تكون إلا على كبيرة أو على إصغار على صغيرة، وأنبياء الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين منزهون عن هذا، لا يقع منهم كبائر ولا صغائر على ما نختار. فنقول ليس الأمر منه عقوبة، لكنه ابتلي فصبر. والمشهور أن ابتلاءه كان 18 عاما، ومع ذلك أظهر لله جلدا. أين الدليل؟ ثناء الله عليه، فإن الله يقول وقوله الحق وهو جل وعلا أعلم بعباده، قال إنا وجدناه صابرا، أي ابتليناه واختبرناه وامتحناه، فكيف وجدناه صابرا؟ أي ليظهر علم الله فيه. إنا وجدناه صابرا، ثم قال له ربه يتحدث عنه قال نعم العبد، وأهل العلم يقولون إن نعمة من الله ليست بالأمر الهين، نعم العبد إنه أواب عليه السلام. واشتهر أنه أقسم على زوجته، لكن القرآن لا يعني لم يأتي فيه دليل على أن المقصود به الزوجة. أخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، أي أخلاط. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ثم رد الله جل وعلا إليه أهله وماله وولده، قال الله جل وعلا في الأنبياء وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى للعابدين. فقول الله جل وعلا وذكرى للعابدين حتى يتأسى الناس بصبر أيوب، وما زال الناس إلى اليوم إذا ذكروا الصبر ذكروا أيوب، فمن أخلص لله خلد الله ذكره وجعل له برحمته لسان صدق في الآخرين، كما جعل لأيوب هذه المنزلة المعروفة المعهودة عند الناس، برا وفاجرا مؤمنا وكافرا في العرب وفي العجم، كلهم كل الخلائق تكاد تعرف من هو أيوب وما هو صبره عليه السلام. هذا ما يمكن أن يقال إلماما، لأن ليس المقصود الحديث عن أيوب وصبره، فقد قلنا في أول لقاء معنا في هذا العقد شريعة المتعاقدين أن السرد القصصي ننأى بأنفسنا عنه. نعم. ثالثا نزدلف إلى بيت القصيد في هذه القصة، وهو الحديث الذي بين أيدينا أن النبي كان يغتسل عريانا. الحديث الذي بين أيدينا رواه الإمام البخاري في الصحيح، بينما أيوب، هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، بينما أيوب يغتسل عريانا. الاغتسال له أسباب تجعله أحيانا واجبا كالجماع والاحتلام،
تجعله أحيانا مندوبا ندبا عظيما كغسل يوم الجمعة، وأحيانا يكون التطهر والتنظف، وهذا يكون مشروعا. ويتأكد في المحافل العظمى كخروج الإنسان إلى الميقات، يعني من الميقات إلى الإحرام وما أشبه ذلك مما هو مبسوط في مكانه. يغتسل عريانا، الأصل في المسلم ستر عورته، وإبليس لما أراد أن يغوي الأبوين جاءهم من هذا الباب. الله جل وعلا قال: ينزع عنهما لباسهما ليريهما من سوآتهما. فاغتسال المرء عريانا إن لم يكن بمرأة أحد لا بأس به، والحديث الذي بين أيدينا حج فيه كما احتج به الإمام البخاري رحمه الله في صحيح. ورد كذلك حديث آخر وهو غسل موسى عليه السلام، اغتسال موسى عليه السلام، وهذا قد مر معنا أمس قضية الحجر. فأيوب عليه السلام، النبي عليه الصلاة والسلام يخبر يقول: بينما أيوب يغتسل عريانا إذ أنزل الله عليه رجل جراد من ذهب. اللغة أستاذ صهيب واسعة، فالعرب مثلا تقول في مجموعة الناس رهط، وكان في المدينة 9 رهط، وتقول نفر وأعز نفر، وتقول شرذمة، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وتقول غير ذلك. هذا في بني آدم. فإذا كانت الجماعة من القطا أو من الضباء أو حتى من النساء يقال سرب، سرب القطا هل من يعير جناحه، هذا صدر بيت للعباس بن الأحنف. فإذا كان هناك جماعة من الإبل من 3 إلى 9 يقال ذود، ولهذا في أمثال العرب: لا يجتمع فحلان في ذود. وإذا كان وصل إلى 100 يقال هنيدة، هذا في الإبل. إذا كان في البقر الوحشية يقال صوار، يقال ربرب. إذا كان في الحمير الوحشية يقال عانة. إذا كان في النحل يقال دبر. إذا كان في الجراد يقال رجل. الآن ليست مقصودة الرجل، أنا هذا كله تمهيد لما أريد أن أقول. فلما قال أنزل الله عليه رجل جراد من ذهب، أي جماعات جراد من ذهب، جماعة من الجراد من ذهب، أو قل ذهب على هيئة جرد، لكن هذا معنى كلمة رجل. ويقال في الجراد رجل ويقال عارض، لكن الأفصح رجل، وبها نطق الحديث. واضح الآن؟ بينما أيوب يغتسل عريانا إذ أنزل الله عليه رجل جراد من ذهب، أدركته بشريته، لأن الله، يعني أحد المشايخ العجائز الموريتانيين حصل له موقف، بصرف النظر عما هو الموقف، فهو يقول لمن يسوق له السيارة، قال: يا بني القرآن لا يكذب. وأتى بالموقف بالآية التي تدل على صحة الموقف، ونحن في غنى عنها، لكن هذه مثلها. الله يقول: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به وقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. الخير هنا بمعنى المال، فالإنسان أولع بحب المال أيا كان، صحيح أنها نسب تتفاوت، لكن فطريا يحب المال. والأنبياء بشر. فهذا بشر، لما نزل عليه الذهب أخذ يحثو في ثيابه، والإنسان يحتاج إلى المال ليدفع المال ليدفع به أحيانا عن نفسه غائلة الأعداء، وأحيانا يمن به على من حوله من المقربين والأصفياء. والرجل إذا لم يكن يرجى لدفع أو لعطاء فليس برجل، إن لم يكن يرجى لدفع أو لعطاء فليس برجل، إن لم يرجى لنفع أو لضر فليس برجل. فأيوب عليه السلام أخذ يحثو في ثيابه، الآن هو يغتسل عريانا يعني الثياب بعيدة، فأتى بالثياب وجمع فيها رجل جراد من ذهب، فأوحى الله إليه: ربك أعلم، لكن حتى يظهر العلم فنستفيد. قال الله له: يا أيوب، ألم أكن قد أغنيتك عما ترى؟ بمعنى أنا رددت لك أهلك ومالك وولدك وعفيتك في بدنك. هذا بعد أن عوفي. استدراكك جيد حتى يفقه السامع. هذا بعد أن عوفي. ألم أكن قد أغنيتك عما ترى؟ ماذا أجاب نبي الله؟ قال: بلى. وهذا في الإثبات هنا، لأن السؤال مسبوق بنفي استفهام. ألم أكن، الهمزة داخل على لم وهي تفيد النفي. ألم أكن قد أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب، لكنه استدرك. قال: ولكن لا غنى لي عن بركتك. هذا معين الأنبياء.
الذي نريد أن نقذفه للمشاهد. ينبغي أن يعلم لا يمكن أن يستغني أحد عن فضل الله، والعاقل لا يرد فضل الله ولا يظهر استغناء. فالشيء الذي يأتيك من غير استشراف، من غير أن تطلبه ويغلب على ظنك أن طريقه مباح ولا إثم فيه عينا، فاقبله ولا تتردد. فهذا من فضل ساقه الله إليك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أصحابه أننا وجدنا في البحر حوتا يسمى العنبر وأكلوا منه وسألوه بعد أن أكلوا، قال هل بقي عندكم منه شيء؟ واستطعمه صلى الله عليه وسلم، وكان يقبل الهدية. والمقوقس عظيم القبط بعث له بجاريتين، فجارية منهما أعطاها لحسان على ما أذكر، وجارية أبقاها لنفسه وهي التي تسرها وأنجب منها ابنه إبراهيم. فما يدري الإنسان أين الخير. وقد قيل قبول ما يهدى إليك سنة والترك أولى إن رأيت المنة. قبول ما يهدى إليك سنة والترك أولى إن رأيت المنة. إن خفت المنة، إن خشيت المنة، فالترك أولى، لكن إن لم تخش المنة فالقبول سنة. نعود لهنا، قال لا غنى لي عن بركتك، خاصة في الصباح الباكر. الإنسان يخرج في الصباح، ففي مثل عند العوام يقولون لا ترد فالك. فالتاجر العاقل حتى لو جاء أحد يشتري بريال يقبل ولا يساوم، لا يواكب، يعني ينازع المشتري، يعني بالعامية يستفتح. ترى هذا من العقل، وهذه من عادة الناس، وهذه من عادة الناس الآن، يعني يستفتح لو شيء يصير. وحتى أحيانا بعض حذاق التجار يقول والله إنه ما هو قيمته، لكن أريد أن استفتح حتى لا يبقى الأمر مغلقا مدة طويلة. هذا كله يندرج في معين الأنبياء وهديهم. فالإنسان لا يرد فضل الله جل وعلا عليه، ولا يقبل أن ينزع أحد فضل الله عليه. وأنا قلت هذا مرة، كتب الله لي أن أدرس في جامع الراجحي في الرياض الذي في منطقة كذا ضيعت اسمها الآن، لكن ممن حضر الدرس سماحة الشيخ عبد الله الجبرين غفر الله له ورحمه، ونعرف أن الشيخ الجبرين رحمه الله قامة علمية عظمى، يعني كبيرة جدا في عالمنا الإسلامي فضلا عن بلدنا. لكنني يعني لما قيل لي كيف تدرس والشيخ موجود، قلت هذا فضل من الله ساقه الله إلي، وأنا أعقل من أن أرد فضل الله. وأذكر أنني تمثلت يومها بقول القائل أسير خلف ركاب النجب ذا عرج مؤملا غير ما يقضي به عرجي، فإن ظفرت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب السماء في ذاك من فرجي، وإن بقيت بظهر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرجي. المقصود من هدي الأنبياء قبول البركة. ما البركة؟ الزيادة. والله جل وعلا يمن على بعض عباده بالفضل والزيادة. قال في حق إبراهيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب ماذا؟ نافلة، أي زيادة بركة. عثمان رضي الله تعالى عنه آلت إليه الخلافة، الخلافة شرف لها حرمة عظيمة. فلما جاء الخوارج وطوقوا داره ونزعوه الأمر، أخذوا يفاوضونه على أن ينزع الخلافة. ماذا قال؟ قال والله لا أنزع قميصا ألبسني الله إياه. فهذا فضل من الله وبركة، من أجل اثنين ثلاثة أربعة ليس فيهم ذرة من عقل أنزعوا خلافة الله التي كساني الله إياه، هذا ليس معقول. هذا المهم إيصاله لأخي إخواننا مشاهدين المشاهدات في قضية أن من معين الأنبياء أنهم فضل الله جل وعلا عليهم يقبلونه، مع إظهار العبد فقره إلى الله. بعض الفضلاء الآن يتأخر في الإفطار، هذا خلاف هدي الأنبياء. في الحديث الصحيح إننا معاشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر السحور ونعجل الفطور ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. إننا معاشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر السحور ونعجل الفطور وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. المقصود من هذا، من يأتي إنسان أحيانا في الحرم أو إنسان مع رفقة فيقول له أنا أفطر بعدين، أهم شيء أفطر أنتم، ويصب قهوة ويصب ماء ويريد يسقي الحرم كله أو اللي في السفرة كلهم أو الحجيج كلهم أو العمار الزوار والعمار كلهم، هذا ليس بصحيح. هذا جميل في شأن الأكل العادي، جميل شأن الأكل العادي ما شاء الله عليك، لكن في الإفطار أفطر ولا أنت، أظهر لله فقرك. لكن كما قلت ما شاء الله،
في الأكل العادي حسن ساق القوم آخرهم شربا لكن يفطر أولا ثم يسقي كيفما شاء. ننتقل بعدها بعد هذه الوقفات واللطائف الجميلة جزاكم الله خير شيخ، ننتقل إلى الحديث الثاني والذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. ما الذي يمكن أن ننهله شيخنا من هذا الحديث؟ هذا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام مسلم في الصحيح من حديث عياض بن حمار، الذي يمكن نتحدث عنه. أولا أستاذ صهيب، نحرر معنى التفاخر والبغي ثم نزدلف بالحديث. الآن أنا أحاول أقرب المعنى للناس. الآن لو جبنا فخار، معروف الفخار يعني، وطرقناه يحدث ماذا؟ صوت. يحدث صوت. لماذا سمي الفخار فخار؟ لأنك إذا طرقته يحدث رنين، يحدث صوت. الله يقول: خلق الإنسان من صلصال كالفخار. واضح هذا؟ من المفتخر الذي تراه دائما يتحدث عن نفسه، يحدث صوت، يحدث جلبة؟ هذا وجه الشبه في الأصل اللغوي ما بين الفخار ما بين كلمة الفخر. فخر كلمة ماذا؟ فخر. كلمة فخر. هذا وجه الشبه بينهما. من أجل ذلك الفخر يكون غالبا في الشيء الخارجي عنك، في المال، في الجاه، في الحسب، في الولد، في الولد ممكن، لكن لا يكون في الشيء الداخلي. يعني مثلا ربما لا يكون مثلا في الجمال، لا يكون في العلم، لكن يكون في الشيء الخارجي. في الشيء الخارجي غالبا يسمى افتخار. البغي تجاوز الحد، تجاوز الحد. بعض العلماء يقول يقع منه ممدوحا ومذموما، وفي النفس من هذا الكلام شيء. الذي أفهمه أن البغي لا يكون إلا مذموما، إلا مذموما، لا يسمى تجاوز الحد بحق بغيا. وإنما قال من قال بهذا؟ قال إن الله قيدها، قال يبغون في الأرض بغير الحق، بغير الحق. لكن هذا قيد عندي لا مفهوم له، قيد لازم، تسمى صفة لازمة. مثل هذا قول الله جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، ولا يوجد إله في برهان غير الله. لا يفهم منها، لا يفهم منه أنه قيد له مفهوم مخالفة. فالمقصود البغي في ظني يكون على إطلاقه مذموما، تجاوز الحد. أي شيء يتجاوز إلى غيره يسمى بغي. ولذلك عياذا بالله المرأة التي تشتغل في ذلك الأمر، الله يقول: لا تكرهوا فتياتكم على البغاء، لأنها فجرت وتجاوزت الحد إلى ما لا يجوز. المقصود هذا الفلك الذي يدور فيه معنى البغي ومعنى الافتخار. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله أوحى إلي. هنا نحن لا نعلم كيف أوحى الله إلى نبيه، يعني هل كان هذا عن طريق جبريل وهو في هيئته، أو عن طريق جبريل وهو في صورة دحية، أو عن طريق شيء نفث في روعه صلى الله عليه وسلم، أو كصلصلة الجرس بطرائق الوحي التي تأتيه عليه الصلاة والسلام. تحدثنا عنها سابقا. نعم. أن تواضع، التواضع لين الجانب وقبول الحق من أي أحد كان، وعدم شعور المرء بأنه أعلى من غيره كبرا. فالكبر عياذا بالله مذموم على كل أحواله. وفي الحديث الكبر القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نزعني فيهما شيئا هلكت أو قصمت. المقصود كلما عرف الإنسان نفسه وعرف أن ما هو فيه فضل من الله زاد تواضعه. ولهذا كان أنبياء الله دائما في الذروة من التواضع: إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد من أهل مكة، صلى الله عليه وسلم يقول. ويدخل الأعرابي وهو وسط أصحابه فيقول: أيكم محمد؟ ولا يوجد فيه ما يحاول به عليه السلام أن يميزه عن أصحابه. تواضع تكون كالنجم لاح لناظر على صفحات الجو وهو رفيع، ولا تكون كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع. والمقصود الكبار من الناس هم الذين يقبلون هذا. والهدهد وقف بين يدي سليمان فقال: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، أنطقه علمه. والعاقل يقبل الحق من أي أحد كان، ويطأطئ رأسه للحق، لأن الكبر هو الذي يمنع قبول الحق. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. في زماننا هذا
جاءت أسباب عدة أوجبت للناس الكبر: العرق، المال، الدولة الجنسية التي ينتمي إليها، سلطانه، هيئته، أمور عديدة، وكلها لا والشهرة، ولكنها كلها لا توجب من هذا شيئا. ومن جهلت نفسه قدره يرى الناس منه ما لا يعلم. وأعظم ما يدل عليه جانب التواضع أن الإنسان إذا ذكر بالله رعوى، هذا أعظم قرينة على أن الإنسان حق متواضع. أما أن يأتي إنسان يسلم على الصبية والناس يتابعونه إعلاميا، ثم إذا خلوت به وعرضت له مسألة وبنت له الحق أشاح بوجهه وأقبل وأدبر وأعرض عن القبول، هذا ليس من التواضع في شيء. إنما قلنا المعيار الأعظم علينا الجانب قبول الحق. يقولون، وهذا نرددها كثيرا، أن عمر رضي الله تعالى عنه لما تسور سورا في المدينة فتية من الأنصار أولعوا بالخمر، يقولون إنهم قالوا له: يا أمير المؤمنين، بعد أن أنكر عليهم قد جئنا بواحدة وجئت بثلاث. وعددوا له كيف أنه تسور والله يقول: أتوا البيوت من أبوابها، ولم يستأذن والله يقول: حتى تستأنسوا، وأنه تجسس والله يقول: ولا تجسسوا. فرجع عنهم لما حجوه بالقرآن، وهذا هو حقيقة التواضع. قال حافظ: وفتية أولعوا بالراح وانتبذوا لهم مكانا وجدوا في تعاطيها، ظهرت حائطهم لما علمت بهم، والليل معتكر الأرجاء ساجيها، قالوا: مكانك قد جئنا بواحدة وجئتنا بثلاث لا تباليها، فأتي البيوت من الأبواب يا عمر، فقد يزن من الحيطان آتيها، ولا تجسس، فهذه الآية قد نزلت بالنهي عنه، فلم تذكر نواهيها، فعدت عنهم وقد أكبرت حجتهم، لما رأيت كتاب الله يمليها، وما أنفت وإن كانوا على حرج من أن يحجك بالآيات عاصيها. هذا هو التواضع، أن يقبل الإنسان الحق أيا كان ومن أي كان، من كان ممليه أيا كان. والإنسان إذا كان يجهل الموت وسكرته والقبر وظلمته والصراط والنفخ في الصور وفزعته والصراط وزلته، ولا يدري إلى ما هو صائر، ارعوى عن كثير مما يتقلده ويحاكيه ويقوم به. والمقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل الأعظم لأمته في تواضعه ولين جانبه عليه الصلاة والسلام، سواء مع أهل بيته أو مع الصبية الذين في البيت كالحسن والحسين وأمامة، أو مع أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، أو مع صغار الصحابة. وفي حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر على الصبيان سلم. يقولون إن الحسن بن علي رضي الله عنه مر على صبيان هنا في المدينة، لأن حجرة فاطمة كانت بجوار حجرة عائشة فكان مر على صبيان وعندهم طعام يعني يقتاتون منه، قالوا: أنزل، يعني أنزل يعني من دابتك، انزل كل معنى يا انزل يعني أمر من نزل، فنزل وأكل معه. فلما فرغ منهم قال: أن أنا أدعوكم، فدعاهم وأطعمهم، قال: أطعموني ما يجدون وأطعمهم الذي أجد. وطبعا هذا سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشتقة من رسول الله نبعته، طابت مغارسه والخيم والشيم، هذا ابن فاطمة إن كنت تجهله بجده أنبياء الله قد ختموا. نعم. طيب، جزاكم الله خير شيخنا. الحديث الثالث، وهو جاء في أخبار نزول عيسى بن مريم عليه السلام، أن الله يوحي إليه: أني أخرجت عبادا لي. هذا مقطوعة من حديث رواه مسلم في الصحيح ورواه غيره، من قضية أشراط الساعة، جاء فيه ذكر الدجال، وأن الدجال يعيث في الأرض فسادا 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، وسائر أيامه كأيامنا هذا. ثم ينزل عيسى بن مريم، هذا أول الحديث الذي يتعلق بالجانب الذي ذكرته، واضعا يديه على أجنحة ملكين، ثم يقتل عيسى الدجال. فبعد أن يقتله يعني يجلس عيسى مع مؤمنين عصمهم الله من الدجال. عصمهم هذه تحتمل معنيين: إما أنهم يعني لم يلقوه فيفتنوا به، وإما إنهم لقوه ولم تضرهم فتنته،
المهم أنه لم يأتهم من الدجال شيء، فيحدثهم عيسى بمنازلهم ودرجاتهم في الجنة، وهذا لا يكون إلا من وحي. فيعني هذا أن الوحي مع عيسى لم ينقطع، لأن أصله نبي، وهذا حرضنا الأول، تحدثنا أنه اعتراضنا عليه ليس نبي ولكنه تابع لملة محمد صلى الله عليه وسلم، فيحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هم كذلك يحدثهم بدرجاتهم في الجنة، هذا بداية الحديث، إذ يوحي الله إليه، إلى من؟ إلى عيسى، أنني أخرجت عبادا لي. وهذا يدل على أن لفظ عباد ليست على إطلاقها تستخدم في الصالحين كما قال البعض، لأن المراد بالعباد هنا يأجوج ومأجوج، ومن المتفق عليه أن يأجوج ومأجوج لم يكونوا صالحين. أخرجت عبادا لي ليس لأحد يدان بقتالهم، يدان مثنى يد، والمراد هنا كناية، أي ليس لأحد قدرة على قتاله. إذن من هدي الأنبياء أن الإنسان إذا غلب على ظنه أنه لا يطيق الأمر لا يلزم به، وإلا هؤلاء أقوام معروفة درجاتهم في الجنة، معروفة درجاتهم في الجنة، وبينهم نبي من أنبياء الله هو عيسى من أولي العزم من الرسل، ومع ذلك يقول الله جل وعلا له: فحرز عبادي إلى الطور. الحديث جاء بروايتان، فحرز وحوز، والمعنى متقارب، حرز بمعنى احفظ وضم، وحوز أي انحى بهم، انحى بهم عن طريق أولئك. فحرز عبادي إلى الطور، أما عبادي هنا بمعنى الصالحين، وعباد الأولى لم تكن بمعنى الصالحين لأنها تنطلق على يأجوج وماجوج. فحرز عبادي إلى الطور أي إلى جبل الطور، فيحرز عباد الله عباد عيسى عباد الله المؤمنين إلى الطور، فيخرج يأجوج وماجوج. قال الله جل وعلا: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. فيكون خروج يأجوج ومأجوج، ويحرز العباد الصالحون بما عيسى عليه السلام. ثم بعد ذلك، بعد أن يعيث هؤلاء في الأرض فسادا ويشربوا البحيرة الطبرية ويكون ما يكون منهم من فساد في الأرض، بعد ذلك يأمر الله عيسى أن ينزل، يعني يعود إلى الأرض. عندكم أسئلة لو أكمل؟ لا تفضل. أي بعد ذلك، بعد أن يعيث هؤلاء في الأرض فسادا قبل أن يهلكوا، الله يقول: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، ويقول: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. فيمهل الله لهم حتى يبلغون من العتو والطغيان ما يبلغون، فيرمون بنشابهم إلى السماء، فيرد الله رأس السهم أحمر، فيقولون: غلبنا أهل الأرض وقهرنا أهل السماء. فيدعو عيسى عليهم فيصيبهم النغف في رقابهم فيموتون فرسا قتلا موتة رجل واحد، ثم يرسل الله جل وعلا طيرا تحملهم إلى البحر، ثم ينزل مطر من السماء ليس لأهل زرع ولا إلى أهل ضرع، يغسل الأرض من نتنهم، ثم بعد ذلك يرجع عيسى إلى الأرض، يعني ينزل من جبل الطور وهو المؤمنون الذين معه. إذا نزل عيسى مع المؤمنين الذين معه، يأمر الله بعد ذلك الأرض أن تخرج بركتها، لأن الآن الله أذن الآن بالأرض أن تزول، فلا يمكن أن تزول الأرض، تتبدل وبقي شيء لم تخرجه، فتخرج حتى يكتمل تخرج بركتها على الوجه الأكمل. نعم. حتى يتم ذهابها يوم تبدل الأرض وغير الأرض والسماوات. نعم. فهناك الرمانة تكفي القبيلة، ورأس الثور يكفي الجماعة، وهناك يضع الطفل الرضيع يده في فم الحي، إصبعه في فم الحية فلا تضره، ويمشي الشات تمشي الشاة مع الذئب كأنه كلبها، إلى غير ذلك من نزع الحمى ومن إخراج الأرض بركتها، حتى قالوا لو أن في الحديث: لو أن أحدا أنبت وضع بذرة في صخرة صماء لأنبتت، لأن الأرض أمرت أن تضع بركتها. هذا كله بعد نزول عيسى بن مريم عليه السلام. نحن نقف هنا نتكلم عن معين الأنبياء، أن العاقل قبل أن يضع قدمه اليمنى يعلم هل هناك موطن لليسرى أم لا، ويعرف المخرج قبل المدخل، ويحسن إدراك الأمور قبل الإقدام عليها. فالسفه والطيش والحماس غير المنضبط، كل ذلك لم يأذن الله به، وليس من هدي الأنبياء في شيء أبدا. فأوحى الله إليه أن أخرجت عبادا لي ليس لأحد بهم يدان، فحرز عبادي إلى الطور،
لا تجازف بهم وتلقي بهم إلى التهلكة. وبنو إسرائيل لما عذبهم فرعون قبلوا العذاب حتى يبقوا على أنفسهم واشتغلوا بأذل المهن حتى لا يبيدوا ليأتي يوم يخرجون فيه. لك سؤال أحد؟ نعم معنا اتصال. معنا أبو ثامر، تفضل يا أبو ثامر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أبو ثامر، تفضل. شيخ صالح السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله يا أبو ثامر. جزاك الله بالخير شيخ. الله يمسيك بالأنوار. السؤال الله يعافيك، بالنسبة لصورة المائدة، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا، الآية أتت بعد ذكر نبي ابني آدم. ابني آدم يعني كيف جاء هذه إسرائيل جو بعد بني آدم ولا كيف؟ واضح السؤال. واضح السؤال. طيب بقى عندك شيء آخر يا أبو ثامر؟ جزاك الله خير. طيب شكرا لك. طيب تفضل شيخنا. الله جل وعلا ذكر خبر ابن آدم، قال اطلع عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، إلى أن قال الله جل وعلا فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. الآية ليس المقصود التتابع الزمني، ليس المقصود التتابع الزمني، إنما بيان أن الله جل وعلا لهذا وأمثاله مما يقع في الأرض شرع لبني إسرائيل ذلك، ليس المقصود أن هناك تتابع زمني ما بين ابني آدم وبين بني إسرائيل، قطعا بينهم أحقاق آلاف السنين بالاتفاق، لأن بني إسرائيل كانوا في زمن موسى، وموسى بعد إبراهيم، وإبراهيم بعد نوح، ونوح بعد آدم، وهؤلاء من ذرية آدم. من ذرية آدم. إنما البيان في أن أصل التشريع هذا سببه، لكنه ذكر في التوراة لأنها أول كتاب شرائع عرف، أما غيرها لم يكن هناك كتاب شرائع معروف، يعني صحف إبراهيم وزبور داود هذه كلها مواعظ. نعم. معنا أبو يحيى، تفضل يا أبو يحيى. معنا الاتصال وذهب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله بالخير. مساك الله بالنور، أهلا بك أخي. بارك الله الشيخ صالح. يسمعك الشيخ. حياك الله أبو يحيى، لو رفعت لي الصوت قليلا فأنا شيخ كبير. يا شيخ طيب إن شاء الله. نعم. كيف الحال يا شيخ؟ حياكم الله. نحبك في الله يا شيخ. نحبك الله وأجب لك. يا شيخ سؤال لو تكرم. تفضل. أفضل الصدقة. أفضل الصدقة. تسأل أيوة. عن أفضل بقي شيء آخر؟ أيوة يا ريت يعني إذا في وقت. يا شيخ في أشياء تحصل لي يعني أنبأ بأشياء قبل لا تحصل معايا يا شيخ؟ أشياء تحصل لك ماذا؟ ينبأ بأشياء قبل أن تحصل. أيوة. قبل أن تحصل لي يعني قد تكون من الغيب، لكن لو نقول إنه ما لك يعني أنا ما وصل درجة الصالحين عن طريق رؤية يا أبا يحيى؟ يعني أحياناً أكون جالس لوحدي فكأنه كذا أحد يتكلم في إذني يقول لي بيصل لك كذا كذا كذا، سبحان الله يعني بنفس الوقت اللي يقوله يعني بعد الفترة اللي حددها يصر لي نفس الكلام نفس اللي قاله، فما أدري يعني أنت تسأل عنه عن ما هي هذا الشيء الذي يحصل؟ أيوة يعني أبغى أعرف هل هذا من الشيطان هل هو يعني من غير كذا، بس الشيطان ما يعرف الغير. نعم واضح السؤال. واضح. طيب بقى عندك شيء آخر؟ لا شكرا سيدي. السلام طيب عليكم. شكرا لك. طيب سأل أولا عن أفضل الصدقة. أفضل الصدقة فيها جوابان، أفضل الصدقة على الإطلاق الماء. الماء. الماء، لأن الله جل وعلا لما ذكر أهل الكفر قال ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قال ابن عباس رضوان الله تعالى عنه عن أبيه قال أفضل الصدقة الماء، لكن هذا من حيث الإطلاق العام. وأما من حيث التقييد فينظر في المعطي والمعطى إليه، فإذا كانت الصدقة من طيب ماله ووافقت فاقة عند من أعطي إليه كانت أفضل الصدقة، أن تكون في موضع حاجة البر حتى تنفقوا مما تحبون.
وأن يكون المعطى إليه توافق حاجته. مثلا لا نستطيع أن نقول إن الماء في الحرمين أفضل الصدقة، لأن الدولة وفقها الله وجزاها الله عن الإسلام خير الجزاء قائمة بهذا الأمر على الوجه الأكمل، والحاجة ليست قائمة، والحاجة ليست قائمة. فهذا مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام نحن على خطوات منه، يمكن أن يشرب الإنسان فيه ماء زمزم، فلا يقال أن يأتي أحد هنا مثلا يتصدق بماء، حتى تجارة ما يصلح تبيع ماء فضلا على أنك تتصدق بماء. لكن كما قلت ينظر للحاجة، ينظر لنفس قدرة المعطي، المال الذي يحبه هذا الذي تأتي به الصدقة. لكن المهم أن الصدقة من أعظم القربات، وفي الحديث الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، صلاة الرجل في جوف الليل الآخر. طيب قبل أن نجيب على السؤال الثاني معنا أبو أريام، تفضل يا أبو أريام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف؟ ارفع لي صوتك لو سمحت. شيخ صالح حياك الله. أريام كان آخر المؤذن عندنا مسجد الجمعة. عفوا يا أبو أريام، ياريت تقفل صوت التلفزيون وتسمعنا من الهاتف. ما زال صوتك يمكن فيه صدى أو شيء، تفضل حاول ما تحدث مرة أخرى. أيوة أنا أسمعك، تفضل. هذا حيوشك. نعم تفضل أبو ريان. يوم الجمعة تأخر المؤذن. يوم الجمعة؟ يوم الجمعة تأخر المؤذن المؤذن. نعم. الرسول إلى الصف رجع وخطيب لقوله عيد إقامة الصلاة. عفوا يوم يا أبو ريان، يوم الجمعة تأخر المؤذن وأذنت أنت، بعد ذلك؟ بعد ذلك أقمت الصلاة. أقمت الصلاة. بعد الأذان أقمت الصلاة. عفوا يا بريام الصوت يعني نسمعك بصعوبة، فأعتذر منك، حاول تصل مرة ثانية. طيب نعود لسؤال أبو يحيى اللي ذكر أنه يسمع أشياء أو تتهيأ له أشياء تخبره بما سيحدث. والله لا أستطيع أن أفتي فيها، يعني ما أدري، أني لا أعرفه حتى أحكم عليه، لكن هناك شيء اسمه حديث نفسي قد يقع للصالحين، كما قال الصديق رضي الله عنه لابنته عائشة. نعم. وقع في نفسي أنها جارية، يتكلم عن حمل في بطن زوجته التي مات عنها. نعم. فكان الأمر كما قال ولدت جارية، يعني ابنه، لكني الرجل عينه لا أعرفه. وقضية أن الإنسان يسمع مثل هذه الأمور ربما يعني لها أحوال لا أعلمها أنا، قد تتعلق أحيانا بالطب، قد تتعلق بغيره، لكن الله يقول نفسي. ولا تقف ما ليس لك به علم، لا أدري. طيب معنا أمة الله من تونس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يسمعك الشيخ، يا ريت تخفض صوت التلفزيون. السلام عليكم. تفضل يسمعك الشيخ. أرفع صوتك يا أختي. قلت أن نخبطكم على جوار المصطفى. الحمد لله هذا فضل الله. تقول نخبطكم على جوار المصطفى. المشهد من خلف النافذة الذي وراءكم يهز الفؤاد، أرجوك تدريننا يا شيخ أن نزور المدينة. عفوا ما أسمعك، أرفع صوتك. أرجوك يا شيخ تدريننا أن نزور المدينة. تقول تدريننا يا شيخ أن نزور المدينة. المشهد وراءكم في النافذة يعني يهز الفؤاد جدا. شكرا لك أختي، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم كل خير بإذن الله. تقول شيخ أدعو لها أن يبلغها الله زيارة المدينة بإذن الله. أسأل الله بأحب أسمائه إليه وأقربها لديه وأعظمها زلفى عنده أن يصلي على محمد وآله، وأن يسر لك ولأهل بيتك زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكتب لك ولمن حولك الحج والعمرة، وأن يعينكم جميعا على ذلك، وأن يكتب لك فيها المقام الكريم، إن ربي لسميع الدعاء. طيب وطبعا نحن نغبط كما يغبطوننا هم على سكن هذا البلد، نحن نغبطهم على ما في قلوبهم من مشاعر عظيمة نحو بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والإسلام في تونس ولله الحمد عزيز. نعم. وهذه المشاعر التي ذكرتها الأخت أمة الله هي ليست مشاعرها وحدها قطعا، إنما مشاعر المسلمين المؤمنين في تونس المباركة، وهذا مما يحمد المسلم عليه أن تكون موالاته ومحبته لديار مثل هذه. نعم.
بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مكة، وأن أعينهم تذرف إذا رأوا صورة الحرمين وقراءة الأئمة ودعاء المسلمين وخط الصالحين والصالحات إلى بيوت الله، هذا كله مما يدل على رفيع الإيمان في القلب وعلو الدرجة بإذن الله تعالى عند ربنا. نعم. نسأل الله أن يبارك لنا في هذه السكنة ويرزقنا شكر النعمة بإذن الله. معنا موسى من السعودية، تفضل أخي موسى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ صالح؟ حياك الله أخ موسى. الله يبارك فيك شيخ. عندي إشكال شيخ في موضوع التراويح والتهجد والوتر بشكل عام، وهو هل التراويح والتهجد مسمى آخر لنفس قيام الليل في الأيام المعتادة الذي هو الوتر، يعني 11 ركعة أو 13 ركعة، أم هو شيء جديد يضاف في رمضان واسمه التراويح واسمه التهجد؟ طيب السؤال الأول. طيب تفضل. السؤال الثاني. السؤال الثاني شيخ، أهل البيت ما يحل لهم من الصدقة وما لا يحل؟ نعم. أهل البيت. السؤال. طيب. في سؤال ثالث ممكن أسأل؟ طيب تفضل. في دعاء القنوت يعني غالب الأئمة يقولون اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا، وفي الأخير يقولون اجعله الوارث منا، ماذا يعني؟ معنا كلمة الوارث منا في دعاء القنوت. اجعله الوارث منا برغم أن الضمير يعود على المفرد، اجعله. هذا الإشكال الذي جزاك الله خير يا شيخ صالح، بارك فيك. طيب. نجيب باختصار لأنه لم يبقى لدينا وقت. سأل عن معنى التراويح والتهجد، وهل هي عموما حتى تخرج عن الإشكالات، الليل كله محل للصلاة، سميها تراويح سميها تهجد سميه ما تسميه، كله يندرج في قيام الليل، وإن كان هذا التفصيل لم يكن موجودا سابقا، لكنه مما اصطلح عليه الناس. تراويح مصطلح قديم. سأل عن آل البيت والصدقة لآل البيت. لا تجوز عليهم الصدقة لأنها أوساخ الناس. لكن تجوز لهم الهدية. سأل عن معنى وجعله الوارث منا. اجعله هنا الضمير يعود على ما ذكر كله، يعني اجعل هذا الشيء كله، الأسماع والأبصار والقوة، الوارث منا أي أن الإنسان يموت وهو متع بسمعه وبصره وسائر قوته. يعني يموت وهو متع بسمعه وبصره وسائر قوته، يعني لا يموت وقد فقد قبل موته شيئا منها، هذا المراد بمعنى وجعله الوارث منا. طيب في الختام جزاكم الله خير شيخنا على ما تفضلتم به من هذه اللطائف العلمية واللغوية وإجابتكم على الأسئلة. شكرا لكم أيها المشاهدين الكرام على كريم متابعتكم. في الغد نلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة، إلى ذلك الحين نستودعكم الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.